بعد عقد جلسة مجلس النواب وبحضور 242 نائبا وحضور وزيري الدفاع والخارجية وكذلك رئيس أركان الجيش، كيف تقرؤون أو تقيمون قرار مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية برلمانية لإعداد تقرير مفصل حول الاعتداء التركي؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك ولقناتكم الموقرة على إتاحة الفرصة لنا للخروج بتصريح ولو بدقائق محدودة. أستغل ظهورنا على قناتكم وبالمباشر أن أقدم التهنئة والتبريك في السنة الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي، وهو اليوم يوم عيد الحشد، وأثني وأشكر وأقدر المرجعية الدينية وعلى رأسها السيد السيستاني حفظه الله بإخراج هذه الفتوى المباركة التي جعلت لنا ذراع ثالثة، ذراع قوة تدافع عن أرض العراق أينما حل الخطر. اليوم عقدت جلسة البرلمان العراقي بتداعيات الخروقات الأمنية للقوات التركية وإجراءهم هذه المجزرة، وتكررت هذه الحالات. التوصيات التي خرج بها البرلمان اليوم هي تشكيل لجنة تقصي الحقائق، باعتبار أن الحكومة التركية لحد هذه اللحظة تنكر أنها من قام بهذه الجريمة. أيضا من ضمن اللي خرجنا به اليوم هو توافق عام، توافق جماهيري برلماني يعني تشريعي وحكومي، وهذا يعني التوافق بالرؤى ووحدة الصف هي جيدة جدا. أيضا من ضمن المشاكل اللي طرحت اليوم هو وجود البككة في داخل الأراضي العراقية وتوغلها، وبحد ذاتها هي هذه أيضا هم مشكلة وخطر، تسيغ أو تجيز إلى من يدعي أن هنالك خطر على بلادهم من خلال وجود بما يسمونه منظمات إرهابية داخل الأراضي العراقية ودرء الخطر عن بلادهم، وهذا بحد ذاته تجريمة. اليوم البيان الذي خرجت به بعض القوائم وبعض الكتل السياسية من قبة البرلمان هو بطرد السفير التركي والقام وسحب القائم بالعمال العراقية في تركيا والذهاب إلى تدوير الجريمة، وعقد جلسة بمجلس الأمن يوم الثلاثاء. بحد ذلك هذه حركات إيجابية تتجه باتجاه صحيح.